باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سفر وانتم طيبين. الأسبوع اللي فات بنعمة ربنا خلصنا سفر أيوب، واللي برجو أنه الطريقة اللي قدمنا بيها السفر والختام بتاعه تكون يعني فرحتنا وأضافت حاجة علينا بنعمة ربنا. اللي اخترته ان احنا ندرس سفر الامثال بعد سفر ايوب، على اعتبار انه سفر المزامير سفر مطروق مننا كلنا، وبنصلي كتير من مزاميره، وكتير مننا قروا تأملات في المزامير، بالاضافة الى انه سفر المزامير التفسير بتاعه بيميل دايما الى التأملات. اما التفسير العلمي اللي احنا بنمشي به في طريقتنا فهيبقى في سفر المزامير طريقته جافة شوية، ممكن ما تريحناش حبتين يعني. لكن انتوا اخترتوا سفر الامثال، وبنعمة ربنا ندرس مع بعضنا سفر الامثال. كالمعتاد ان احنا بندرس سفر الامثال كالمعتاد بندرس مقدمة في السفر كالمعتاد بندرس مقدمة في السفر صوت كده كويس بندرس مقدمة في السفر كالمعتاد وبعد كده بنخش في السفر. النهاردة ناخد مقدمة بسيطة في سفر الأمثال، عشان مش هنقدر طبعا نستعرض كل الأمور اللي موجودة في السفر كمقدمة، لانه السفر مليان 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 بالدروس. فهناخد جزء صغير عبارة عن يمكن تلت ساعة ولا ربع ساعة مقدمة مبسطة في سفر الامثال، وبعد كده ناخد الاصحاح الاولاني من السفر بنعمة ربنا. طبعا كلنا عارفين شخصية سليمان الحكيم الملك رقم 3 في اعداد ملوك اسرائيل، ملك الاولاني شاول، الملك الثاني داود، الملك الثالث سليمان الحكيم. سليمان الحكيم طبعا كلنا عارفين انه من خلال دراستنا في سفر الملوك الاول عارفين انه مر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى مرحلة شبابه واختياره للملك، المرحلة الثانية طلبوا الحكمة وربنا اداله الحكمة والغنى، وبعدين دخل سليمان في العصر الذهبي لسليمان الحكيم، وبعد كده في المرحلة الثالثة اللي هي بنسميها نكبة سليمان، لما سليمان أخطأ وابتدى يعني تداعيات حوالين المملكة. دول مراحل ثلاثة مر بيهم سليمان الحكيم. سليمان سمي حكيم لأنه يعني خد حكمة وفهم من ربنا، ولأنه أعطى أمثال كثيرة تكلم عن حاجات كتير خالص، كان له حوالي أكثر من 3000 مثل، وقال الكتاب المقدس هذا الكلام. تكلم عن الحيوان وعن الطيور وعن الإنسان وعن الطبيعة وعن كل هذه الأمور، لكن سفر الأمثال دون لنا فقط بعضا من هذه الأمثال. سليمان الحكيم اتهموه خطأ بأنه على علاقة بالجن والسحر والكلام ده كله، وأقحموا اسمه جوه الخزعبلات بتاعة الكتب السحرية والحاجات دي كلها. فصرنا نسمع عن خطوم سليمان مع مش عارف مين، ملك الجن مش عارف مين، كل ده كلام تخاريف ليس له أي أساس من الصحة. واخدين بالكم؟ ما فيش له أي أساس من الصحة. سليمان ما كانش حد مشعوذ ولا دجال ولا اي حاجة من هذه الامور، لكن الناس الدجالين اقحموا اسمه جوه هذا المجال علشان يدوا لانفسهم وللضلالات بتاعتهم شيوعا، او يدوا لها تعضيد بانه وراء الموضوع وجوه القصة ده واحد نبي عظيم زي سليمان الحكيم. سليمان الحكيم رمز رائع جدا في عصره الذهبي لربنا يسوع المسيح، حتى اسمه سليمان معناه ابن السلام، وربنا يسوع المسيح هو
ملك السلام. في حادثة مشهورة في حياة سليمان، وهي زيارة ملكة سبأ، ملكة التيمن أو ملكة الجنوب، إلى سليمان. الزيارة دي يعني السيد المسيح قال عنها: ملكة التيمن أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان هنا. وخدها ربنا يسوع المسيح وقال لنا: يا ريت تقربوا لي، يا ريت تجوا لي، يا ريت كل النفوس تشتهي أن تتلاقى معايا، لأني أعظم من سليمان. فبقى عندي سليمان وعندي أعظم من سليمان اللي هو ربنا يسوع المسيح. وناخد دلوقتي مقارنة بين بعض الأمثال أو الشواهد اللي بتتكلم عن الحكمة وبين ربنا يسوع المسيح. فإن كان سليمان اتكلم بالحكمة، فالمسيح له كل المجد. هو إيه؟ هو الحكمة ذاتها، هو الحكمة في قوتها، هو الحكمة في جوهرها، إلى آخر هذا الكلام. دي حاجة كده سريعة ناخد بالنا منها. غلطة سليمان إن هو تنكر بالشروط الخمسة اللي ربنا كان قالها علشان يفضل الملك بتاع ربنا. يعني ربنا يسود على المملكة من خلال تدبير معين يعمله الملك. أول حاجة: لا يكثر له النساء، سليمان أكثر النساء. لا يكثر له الخيل، سليمان أكثر العدة الحربية والأدوات الحربية. لا يكثر له الذهب والفضة، سليمان خلى الفضة في الشوارع والأرض زي الجميز، كلام كان غريب الشكل. الكتاب قال نمر 4 أنه ينسخ لنفسه نسخة من التوراة من عند الكهنة، سليمان ما سمعناهوش أنه عمل كده. وبعدين قيل أنه الشرط الخامس يطالع فيها ويفهم، ما سمعناش أنه سليمان عمل كده. عشان كده السوس نخر في مملكة سليمان، وربنا هدده وقال له: أنا هقسم عنك المملكة، بس مش في زمنك، في زمن ابنك عشان خاطر داود. وبعدين قال له: هاخد سبط واحد مع السبط بتاع رحب عام، وبرضه عشان خاطر ايه؟ ابنك داود. قصة سليمان ما بين قوته وما بين سقطته وما بين توبته هي اللي بتوضح لينا ليه سليمان كتب لنا في الكتاب المقدس هذه الأسفار الثلاثة: سفر الأمثال وسفر الجمعة وسفر النشيد. في سفر رابع كتبه سليمان هو سفر حكمة سليمان، وده موجود ضمن الأسفار القانونية الثانية. هنركز على الثلاث أسفار بتوع سليمان، لأن سفر الحكمة يكاد يكون نفس المعاني عن الحكمة ولكن مطبقة على تاريخ شعب بني إسرائيل. لكن احنا في الثلاث أسفار بتوع سليمان: الأمثال والجمعة والنشيد. قصادكم على الشاشة تاريخ، دي مقدمة مبسطة في السفر، ناخدها بسرعة استعراض سريع، نجمع لكم حبة حاجات كده مفارقات شوية يعني تحببنا في السفر، وبعد كده ندخل في الإصحاح الأولاني بنعمة ربنا، ونصلي إن ربنا يبتدي هو اللي يعلمنا ويفهمنا، لأن الأمثال ديت يعني مناهج حلوة قوي للحياة، ولا تخلو الشعوب من الأمثال اللي بتوضح طريقة مبسطة عملية للحياة. المثل عبارة عن عظة مركزة بتوصل مفهوم معين خالص. وعلى فكرة الشرق مشهور بالأمثال، لدرجة ان هم بيقولوا في الكتب ان اوروبا والغرب تعلموا من أمثال الشرق. يعني خدوا مننا الأمثال وطلعوا منها ايه؟ طلعوا منها الدروس. تاريخ السفر: سليمان كتبه من سنة 950 إلى سنة 900 قبل الميلاد. جمع حزقية الملك بعض من هذه الأمثال سنة 700 قبل الميلاد. بكده يكون السفر اكتمل نموه سنة 700 قبل الميلاد. بنحتاج ندرس يعني السفر وموقعه بين سفري الجامعة والنشيد. هناخد مجموعة من الأفكار حوالين هذا الأمر. لو حطينا عنوان: بين الحكمة والمعرفة والحب. الحكمة والمعرفة والحب. فهقول انه في الامثال الاقي الحكمة، في الجمع هلاقي المعرفة، في النشيد هلاقي ايه؟ هلاقي الحب. في الامثال نحن نقتني الحكمة،
فنختار أن ترتفع نفوسنا إلى الله. في الجامعة نعرف ونكتشف أنه العالم لا يساوي شيء، نكتشف تفاهة العالم. عشان كده بنلاقي في سفر الجامعة العبارة التي تكررت كثيرا أنه باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. في الجامعة نكتشف هذا، أن الدنيا تافهة خالص. أما في سفر النشيد فنحن ندخل في شركة حب مع إلهنا المحبوب. اللي قرأ قبل كده الأسفار دي يلاحظ هذا الكلام، أن الأمثال بيكلمنا عن الحكمة كتير، الجامعة بيكلمنا عن أن العالم لا يساوي شيء، أما سفر النشيد فهو قدس أقداس حب بين النفس وبين ربنا. السفر برضو ومناهج تفسير الكتاب المقدس. في سفر الأمثال ممكن نفهم أن هو التفسير الحرفي للكتاب، تلاقي المثل واضح خالص، يقول معنى واضح كده، إيه يعني ما فيهوش لبس ولا حاجة خالص، ده بنسميه التفسير الحرفي، الكلمة معناها كذا. في الجامعة ممكن نلاقي التفسير الأخلاقي أو السلوكي للكتاب المقدس. ليه؟ لأنه بيكلمني عن التعاملات مع المادة، مع العالم، مع ده. أما في سفر النشيد فبنشوف التفسير الرمزي أو الروحي للكتاب المقدس. كل كلمة في سفر النشيد تكاد تكون محتاجة تفسير، لأنه في الحقيقة هو سفر إيه؟ سفر روحي، فبالتالي يعني يحكم فيه روحي. لو هتكلم على الحياة التقوية، تقوى يعني، في الأمثال نشوف الإنسان بيترك أرضه من أجل الله، كأن ربنا بيدعو إبراهيم أو داود بيدعو النفس، اترك شعبك وبيت أبيك وتعالي وراي. ففي الأمثال ممكن الإنسان يكون بيسيب علشان خاطر ربنا، بيسيب حاجات محببة لديه، بيسيب علاقات، بيسيب تعاملات كده، بيتخلى عن حاجات معينة. في سفر الأمثال يسيب أرضه، في سفر الجامعة يسيب شعبه، يسيب العادات اللي اتعود عليها والحاجات اللي اتعلمها من الناس. أما في سفر النشيد فبيسيب بيت أبيه ويقبل خصوصية العلاقة بينه وبين ربنا ويمارس البنو. يبقى يسيب أرضه، يسيب شعبه، وفي الآخر يسيب إيه؟ بيت أبوه، يعني ينفصل 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 لغاية ما يبقى في حضن ربنا ويعيش قدس أقداس الحب بين الإنسان وبين ربنا. في سفر الأمثال في علاقة ببيت الله، الثلاث أسفار يعني علاقة ببيت الله. الأمثال يمثل الدار الخارجية، الجامعة تمثل القدس، سفر النشيد يمثل قدس الأقداس. يعني سفر الأمثال ياخدني في الدار الخارجية، الدار الخارجية فيها إيه؟ مذبح المحرقة ومرحلة النحاسية، فيعلمني أن أنا أغتسل وأحاول أرضي ربنا. أخش جوه القدس شوية أترقى، أبقى في سفر الجامعة، أقول له يا سلام يا رب، العالم اللي ورايا ده تافه خالص خالص خالص، وأبدأ أصلي لربنا وأرفع بخور على مذبح البخور. أترقى وأدخل قدس الأقداس، أقول له يا سلام يا رب على الحب اللي بيني وبينك، وأنا وأنت مقفول علينا، مفيش غيري وغيرك يا رب، ده سفر إيه؟ ده سفر النشيد. الأسفار في كلمة. سفر الأمثال يمثل تنبيه، اصحى. سفر الجامعة يمثل عظة، سفر النشيد يمثل ترنيمة حب. يعني فيه الإنسان بيخش بقى إيه مع ربنا، انتباه، عظة، ترنيمة. معايا يا جماعة في السكة اللي أنا ماشي فيها دي؟ انتباه، عظة، تدي الأسفار في كلمة. أملوا برضو مقارنات حلوة قوي، السفر وعمر سليمان. في واحد إيه خد الترتيب بشكل تاني، قالوا إيه؟ قالوا سفر النشيد كتبه سليمان أول سفر. ليه؟ وهو شاب صغير عنده عواطف وعنده فورة في الحب في قلبه، فكتب سفر النشيد، لسه بادي بقى مع ربنا وربنا مديله الحكمة جديد والفهم، وعمال يكلم ربنا وناوي يعمل الهيكل، فكتب سفر النشيد. وبعد كده لما ابتدى يحتك بالعالم في نص عمره كتب سفر الأمثال. ليه؟ اختبر العالم واللخبطة اللي موجودة في العالم، فكتب سفر الأمثال. وبعد كده جالنا، أنا آسف الفايل راح مني، وبعد كده راح جه في شيخوخته كتب سفر الجامعة عشان يدينا خلاصة رحلة عمر، ويقول الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. في
في البعض بيشوف ان ده تركيب كتابة الاشفار، انه كتب الاول النشيد وبعدين الامثال وبعدين الجمع. دي كلها اراء يا جماعة بناخد منها دروس يعني، لكن مش شرط ان يكون ده اللي حصل. السفر مرتبط بمزامير داود رباط حلو قوي. سفر المزامير اتخيل فيه الانسان راكع على ركبه في المخدع بيتعبد ويتقبل النعمة من ربنا، ده سفر المزامير. يجي سفر الامثال اشوف الانسان قام وابتدى يتحرك ويمشي ويمارس النعمة او ما علمته اياه النعمة. يبقى سفر المزامير سفر بتاع المخدع الصلاة والعبادة، سفر الامثال سفر السلوك والحركة بايه منطلق من المخدع. سفر الامثال سفر المزامير عبادة تدخلني مجال معرفة الارادة الالهية. ايه؟ بقرأ وبتعرف على ارادة ربنا، وبعدين يجي سفر الامثال يقول لي يلا اتحرك بهذه الارادة. سفر المزامير اساس قوي لحياة التقوى. تسمع داود يكلمك عن القداسة ويكلمك عن يعني من يدخل في بيت الرب، من يسكن في جبل قدس، يتكلم عن كده. اما سفر الامثال فيقول لك التقوى في مسار عملي، يعني ازاي امارس التقوى وانا بتحرك بيني وبين الناس. تقسيم سفر الامثال، انا عندي نوعين من التقسيم، في تقسيم عام وفي تقسيم موضوعي. التقسيم العام من 1-9 دي الاصحاحات الحكمة مقدمة للشباب، من 10-24 الحكمة مقدمة لجميع الناس، من 25-31 الحكمة مقدمة لمن هم في مصاف القادة، يعني الناس اللي ايه اللي مسؤولين. في بقى تقسيم موضوعي، يعني واخد بقى ايه مفصل شوية السفر، من 1-7 الحكمة والحث على اقتناء وبركات اقتناء، بيقول لي طرق اقتنائها مخافة ربنا، قبول التأديب، تأديب الآباء يعني، الهروب من الأشرار والحذر من الشريرات. أما بركات اقتنائها النجاة من الأشرار والحياة في بركة وسلام. في إصحاحين بعد كده 8-9 بيكلموني عن الأقنوم الثاني اللي هو الكلمة المتجسد. الأقنوم الثاني الكلمة المتجسد. قصادكم مقارنة بين الأقوال عن الحكمة في سفر الأمثال وبين ربنا يسوع المسيح. الحكمة في سفر الأمثال والكلمة المتجسد في العهد الجديد. يعني مثلا نلاقي يقول لك منذ الأزل منذ البدء 8-23، تلاقي معلمنا يوحنا يقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. في 8-27 يقول لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، ده الابن بيتكلم، هنا يقول هذا كان في البدء عند الله. 8-14 يقول لي المشورة والرأي أنا الفهم، بولس الرسول يقول لنا في كورنثوس الأولى 1:30 يقول لنا يسوع الذي صار لنا حكمة من الله. 8:30 يقول كنت عنده صانعا، يعني الخالق، وهنا في يوحنا 1 يقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. 8:30 يقول كنت كل يوم لذته، لذة الآب. وفي يوحنا 3:22 نشوف الآب يقول أنت هو ابني الحبيب الذي به سررت، ويكررها تاني في موقف التجلي، ويسميه بولس الرسول في أفسس أنه إيه الابن المحبوب. في 8:35 يقول من يجدني يجد الحياة، الحكمة اللي يجدها يجد الحياة. يوحنا 6 يقول لنا من يؤمن بي فله حياة أبدية، أنا هو القيامة والحياة. 8:22 يقول الرب قناني أول طريقه، وفي كولوسي 1:17 يقول الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. 8:1-4 لعل الحكمة لا تنادي أو الحكمة تنادي، وفي يوحنا 7 يقول وقف يسوع وإيه ونادى، الحكمة تنادي. 8:32 يقول طوبى للذين يحفظون طرقي، وربنا يسوع يقول في يوحنا 15 إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. 8:6 يقول أتكلم بأمور شريفة، لو 4 يقول عن كلمات النعمة
الخارجة من فمه. 8:5 يقول يا جهال تعلموا فهما، ولقى 10 يقول لنا أخفيت عن الحكماء وأعلنتها للأطفاء. إلى آخر أحبائي هذا الكلام، لغاية لما نوصل إلى يعني أنه الحكمة بنت بيتها، ونسمع عبرانيين 3 أن المسيح هو باني بيته اللي هو الجسد وهو الكنيسة. 9:1 يقول نحتت أعمدتها السبعة، ونعرف كويس قوي أن الكنيسة مبنية على المسيح الذي له الأرواح السبعة والروح القدس العامل في 7 أسرار الكنيسة. والشواهد بقى بعد كده، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، رتبت مائدتها، كل ده يساوي خذوا كله، هذا هو جسدي شبه هذا هو دمي. 9:3 أرسلت جواريها تنادي، ودي بتساوي إرسالية التلاميذ للكرز. بعد كده بيجي مجموعة من الأمثال لسليمان جمعها هو بنفسه 12:24، وبعد كده مجموعة من 25-29 كتبها سليمان ونقلها رجال يهوذا حزقية، وبعد كده أقوال أجور ابن متقية مسة إصحاح 1:30، وبعد كده مجموعة أقوال لموئيل إصحاح 30:31. أجور ابن التقية أو لموئيل، يعني المفروض أن دول برضو كتبت أمثال، واحد كتب إصحاح 30 وثاني كتب إصحاح 31. بكده يكون سليمان بحسب الكلام ده كتب الايه السفر كله ما عدا الاصحاحين الاخرانيين. انما يعني ممكن قوي يكون يعني في معنى بيقولوه دايما الاباء، اصحاح 30 اللي منسوب لاجور ابن متقية مشى ده، ساعات يقول اجور ابن ياقة، بيقولوا انه اجور معناها يجمع او الجامع، وياقة معناها مفيد بالحقائق، فقالوا يعني ما ممكن برضو يكون أجور ابن متقية ياقة معناها برضو سليمان، على اعتبار ان سليمان اخذ لقب الجامعة يبقى هو الجامعة، ومفيد الحقائق دي معناها الوحي، ما نقدرش ننكر ان سليمان ربنا اداله برضو ايه اداله الوحي، فيش عندنا مشكلة في هذا الموضوع يعني. فيعني ممكن او يكون أجور نفسه هو سليمان او اسم اخر لسليمان، وكلنا عارفين ان ممكن قوي اي واحد ياخد اسمين، فيش عندنا مشكلة في هذا الامر. اما الاصحاح 31 فمنسوب لواحد اسمه لاموئيل، وده معناه ان هو مكرس لله، وممكن قوي برضو يكون ده شخص اسمه لاموئيل، ولكن صدقوني الارجح انه يكون بالفعل سليمان، لانه ما سمعناش في الكتاب المقدس عن رئيس لقبيلة باسمها مسة كان اسمه في يوم من الايام لاموئيل، فقال ممكن يكون هو نفسه ايه هو نفسه سليمان. على اي الحالات صرف النظر عن من كتب الاصحاحين الاخرين اللي هو اذا كان اجور ابن متقية صح 30 او الاخير لاموئيل، سواء بقى دي شخصيات حقيقية كتبت او اسماء اخرى لسليمان تتناسب مع موضوع الإصحاحين الأخرانيين، يبقى في الآخر بنقول إنه سليمان هو اللي كتب سفر الأمثال، ونسب سفر الأمثال إليه، حتى لو كان يعني في إصحاح أو اتنين هو ما كتبش فيهم حاجة. إحنا كده خلصنا المقدمة الصغيرة ديت،